بس انصدمت. نحمد الله جات على ما تمنى. معك معك سالم معك سالم معك 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 معيش الموضوع ايه اعطيهم ايه طيب ابشر كفو تلبس ولد لو علمنا وش الموضوع يا اخي ما هو لايق عليه الثوب كويس بيع من الزباله راح البس ولد لو تحب ابشر بعد البراي ايه عشان بشوف اللي يودع واكيد بنثر الدمع بعدين بغير ملابس يا روح الروح مشكله انقل انقل اتعبني قلبك مع الحسادات يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له ترى 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 ابو خشمان والله ما فيني حيل يخليني اتعدى الطاوله وش هو فيه قهوه في العلبه وفي الكيس ايوه العلبه فنانه العلبه في مستودع هنا وش هو فيه عندك طحانه وفي هيل وفي طحنه الا على العزبه في العزبه الكبيره في المستودع طيب طايحه وسطها طايحه وسطها ابو منصور صب لي ابو منصور صب لي انا بروح اتهاوش معي صب لي يا نور عيني من الداله دامك انت اللي من اجلي مسوي أخي لأهلين فاتتني مزونة هلا وانتي منا الى ما لا نهاية من جروح في ظني اسمع قرب انت وياه انت وياه وبس ازهل هذا بسوي قبل شيء قبلها واحد شربه كله تعال 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 شو قلت لك في قطار ها صبوا لي فنجان عالي مزروع وشو؟ مزروع اللي قلت وش؟ مزرور مزروع ايه لا بينك وبينه سالم سالم بشيل انا نور والله تم تو عمل يعني بس عدد تختار الموضوع انت حق مووي حق وش؟ حق مووي مووي عطنا خلنا بلا عطنا مووا خليني اعطيك مسحوب والله يشحنك لا عطنا مووا طبعا انت ما تدري ايش المسحوب صح؟ انت مسحوب على اذنك ها مسحوب قال لا لا تعال عطنا ذا وين هو لا دخ الدله اللي ما تبهر بالهي مثل العجوز اللي خبيث النسامه
وين لكنني لما وجدتك راحلا ايش تبي؟ اروح اصب لك شاي وجهي تشيك دايموند الشاهي اللي غادي لونه عجوز اللي معها عجوز والله العجوز انت انا ودي اقول قهوه اللي ما اقول روح روح اسلم ابو سعد جيده ما يبيعها اسمه هارون هو نعم هو نعم هو مير تعرفه زين اي يا طويل